مساكم الله بالخير وحياكم الله. انت اذا كنت تتكلم عن الخطه الحكوميه فهي خطه يعني 15 16 17 اللي هي جاريه قدمت بالسابق واقرت بقانون، و17 18 كذلك قدمت واقرت. احنا قاعد نتكلم يمكن عن البرنامج، فهي فيها مشاريع ما يقارب 160 مشروع، بعضها بدا توقيع عقوده وبعضها جاري توقيعه، فيها ما يقارب 29 مشروع استراتيجي كخطط. انا اتكلم خطط، هاي خطط سنويه تنبثق من خطه خمسيه. ماذا عن رؤية الحكومة بشأن وثيقة الإصلاح الاقتصادي؟ هل ستبقى الحكومة متمسكة بما قدمت أم أنها ستناقش وصولا لصيغة توافقية مع النواب؟ هي هذه سياسة اقتصادية أصلا، يعني الـ 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 يعني وضعت كمسودة أولى، ما في شك أنها قابلة للتعديل، لأن التغيرات الاقتصادية في ساخن سواء يعني على مستوى البلد أو مستوى الإقليم هي تحتم النظر إليها. أحد يعني في أجزاء من محدداتها سواء الـ يعني العمل مع القطاع الخاص أو تغيير نمط الإدارة في الحكومة، تهيئة بيئة الأعمال، زيادة فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، هذه يعني أمور تستوجب أن تكون في سواء كانت في خطة التنمية أو في السياسة الاقتصادية، إنما أكيد هي قابلة للتعديل، قابلة للتنقيح وكذلك قابلة. وأعتقد اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قعدت مع أكثر من جهة، مجتمع مدني وجمعيات نفع عام ومواطنين وأكاديميين واقتصاديين للسماع على وجهة نظرهم والملاحظات اللي على الوثيقة، حتى نستطيع أن نسير وفق توجهات المجتمع قاطبة يعني مقرها ومقدر الوضع الاقتصادي الموجود في البلاد هذه الأيام. نعم معالي الوزيرة، النواب يطالبون عادة ببرامج عمل وخطط زمنية محددة، رأيك في ذلك وهل تنطبق هذه المعايير على ما يعني مع ما قدمت الحكومة اليوم؟ اليوم قدمت برنامج عمل، وبرنامج العمل هو سياسة عامة للدولة. السياسة العامة للدولة تبين الأولويات التي ستقوم الدولة على متابعتها خلال 4 سنوات. لا توجد فيها مشاريع، لا توجد فيها خطط زمنية. المشاريع والخطط الزمنية تكون في الخطط السنوية. كما قلت أنا أن في هناك خطط سنوية، سواء إحنا في نهاية الخطة السنوية الثانية، وهناك خطة سنوية الثالثة والرابعة والخامسة ضمن برنامج عمل الحكومة. إنما البرنامج اللي قدم اليوم هو برنامج وضع الأولويات وحددها ووضع لها قياس بحيث أنها تكون مرتبطة بالمؤشرات الدولية، أن على الجهات الحكومية أن تحسن من مركز دولة الكويت في هذه المؤشرات الدولية، كل حسب هذه الأولوية، سواء بيئة أعمال، إسكان، بيئة صحية، تعليم، فرص عمل، كل هذه الأمور لابد أن نقيسها حسب مؤشرات دولية، وحاطين أنه هو يعني ضرورة أن تكون إما بزيادة أو بالنقصان، يعتمد على المؤشر. هذه السياسة أنا أعتبرها هذه لأول مرة توضع حسب مؤشرات، المؤشرات الدولية غير قابلة للتحويل أو التأويل، فهي تكون قياس لعمل الحكومة قاطبة مع بعضها البعض ونتاج إنجازها. إنما الخطط السنوية هي اللي تتكلم عن مشاريع ولها ميزانيات وجداول زمنية تنعكس، طبعا راح تنعكس هذه المشاريع على المؤشرات ما في شك، لكن هناك أعمال تشغيلية أو إدارية أو إصلاحات إدارية هي اللي تعكس بالمؤشرات الدولية. فرد أؤكد هو هذا برنامج
قدمت الحكومة لتوضيح السياسة وقياسه مرتبط بالمؤشرات الدولية. نعم، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد هند الصبيح، شكرا جزيلا لك.